أهلا بالجميع، أتمنى لكلكم بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. يعني آسفة على الإضاءة لأن الجو عندنا مغيم. اليوم إن شاء الله وبإذنه غتكون وصفة غندير أن كيك. كيك عادي، لكن الطعم ديالو كيكون قريب كتير من طعم ديال التشيز كيك، لأن غنستعملو فيه الكريم تشيز. ممكن تستعملي أي جبن طري، ما كاين حتى شي إشكال. أنا غادي نوظف فيه الرازبيري، هو اللي عندي موجود في الدار، أولا التوت البري. ممكن تستعملي أي فاكهة عندك في الدار أولا حتى بلاش، ما كاين حتى شي إشكال. فباش ما نطولش عليكم نمشيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وما تنساونيش من تشجيعات لايك شير باش تفهم الفائدة وتكبر القناة ونكبروا مع بعض إن شاء الله. يلا معايا، بسم الله على بركة الله. نبداو الكيك ديالنا، مميز مميز مميز. اش غنحتاجو الكيك ديالنا؟ غادي نبداو. هنا عندي 200 غرام ديال الدقيق، هنا عندي واحد معلقه صغيره ديال الفانيلا اكستراكت، ممكن الفانيلا بين، يعني داك اللي كتكون ليكويد ثقيله، ممكن الساشي يعني سكر فانيلي. عندي هنا 150 غرام ديال السكر الابيض الحبيبات، هنا عندي 170 ملي اولا 170 غرام ديال اللبن، يعني وبالنسبه للناس اللي اللبن ما تكونش واجده كتاخدي 170 ملي اولا 170 غرام ديال الحليب، يعني السيم اماونت، يعني هذا كديري على واحد معلقه صغيره ديال الحامض وكتسني على واحد 5 دقائق وتيعطيك اللبن جاهز. هنا عندي واحد 6 غرام تقريبا ولا 5 ما بين 5 ونص 6 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. هنا عندي واحد 3 غرام ديال البيكنج صودا، عندي جوج بيضات كبار، عندي 100 غرام ديال كريم تشيز تكون على درجه حراره المطبخ، وعندي 100 غرام ديال الزبده طريه كذلك، عندي واحد رشه تاع الملح، وهنا عندي واحد تقريبا واحد 120 غرام ديال الرازبيري. هذه اللي غادي يعني نديروها في الحشو اولا، وغادي نديروها في الوجه ديال الكيك ديالنا، وندوزوا للطريقه باذن الله. بسم الله على بركه الله. نبداو طريقه سهله. غادي نوضع ديك الزبده اللي عندي كامله 100 غرام كيف قلت، وغادي نخلي المقادير مكتوبه بالغرام وبالكاب بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الكاب. انا ملي كنقول الكاب يعني الكاب، يعني الميجير من كاب، يعني الامريكان كيف كيتسمى. وغادي نضيف ليها السكر اولا سكر حبيبات اولا سنيده كيفاش كنسميو حنا في المغرب، وغادي نخلطها حتى تنسجم تماما وتولي بحال فلاف، يعني تولي رطبه تولي بيضاء وتولي بحال ان كريم، عاد نتوقف ان شاء الله. وهادي هي لا تيكستور اللي بغينا، كتولي اون كريم يعني اكثر من بوماد، كتولي كريم يعني كتدخل الهواء كتولي فلافي، يعني كتولي مفشفشه كي كنقولوا حنا في المغرب. فهادي هي لا تيكستور ديالتها، داك يعني الطعم ديال الكريم تشيز كيعطيها طعم خيالي. دابا غادي نبداو في الايطاب اللي من بعدها باش نبداو نضيفو في الـ في الـ سوري نضيفو في المقادير. فغادي نبداو بالبيض ديالنا. اوبا كتغلوح اللبن كيف قلت، غادي نبداو نضيفو البيض يعني على جوج المرات. غادي نضيف البيضه الاولانيه وغادي نخلط حتى يعني تنسجم ليا ديك البيضه مع الخليط تاعنا تاع الزبده والكريم تشيز والسكر، عاد نضيف البيضه الثانيه. نسجم ليا البيض تماما في الخليط. دابا غادي نضيف ديك 170 ملي اولا 170 غرام ديال اللبن. بالنسبه لينا حنا في المغرب كنقولوا له اللبن، لكن دول الثانيه كاين فيهم اللي كيسميه بحال راجلي انا كيقولوا اليوغورت، يعني اللبن يوغورت يكون يعني ماشي دانون، لكن هما كيقولوا له بحال هكا. وكاين بعض الدول اخرى كيسميوه لبن شنينه، يعني كيكون حامض. فغادي نضيف شويه بشويه وانا كنخلط حتى نكمل الكميه اللي عندي. نضيف ديك معلقه صغيره ديال فاني، وما نساوش الرشه ديال الملح. نخلط غير واحد خليطه صغيره باش ينسجم ليا هذا ونكملوا ان شاء الله. نضيف ديك الخميره ديال الحلويات اللي عندي والبيكنج صودا للخليط، وغادي نضيفو
بالتدريج يعني الخليط ديال الكيك ديالي، واكيد خص يكون مغربل باش ما يتكورش لينا في العجين، ونكملوه لا غوسيت ان شاء الله. ها لا تيكستور ديال الخليط ديالتنا كتجي كريميه، والريحه يا سلام مع الكريم تشيز والفاني كينسجموا مع بعضهم. لا تيكستور تجي بحال هكا، كتجي تتقيله شويه ماشي بحال الكيك العادي، تقل واحد شويه. كنخلطوا من تحت غير باش نتاكدوا ان الدقيق ديالنا ما بقاش يعني في القعر نتاع الاناء اللي كنخدموا فيه، وماشي بالضروري يكون يعني عندنا الميكسور يعني ستاند ميكسور ولا ميكسور ستاند اللي كيكون، اولا الروبو كيف كنسميه، وراه غير الباتور الكتريك كيوفي بالغرض. دابا غادي ندوزو للايطاب الاخرانيه ان شاء الله. الايطاب الاخرانيه ديالنا هي كناخذوا هذا الرازبيري اللي عندنا. راه هنا عندي واحد 120 غرام، لان الكيك اصلا كيك صغير اللي كيكون فيه جوج بيضات، راه ديما كيكون صغير. غادي ندير واحد معلقه بحال هكا تاع الدقيق، معلقه صغيره هذه هذا ديالها، وغادي نلبسو غادي نحاول تخليه يتخلط مزيان. وبالنسبه للرازبيري لازم يكون يعني مغسول وناشف تماما تماما، باش ملي نديرو ليه الدقيق وما يفزقش لينا، ما يضيعش لينا الكيك ديالنا، ما يكونش فازق الرازبيري، ما يكونش مبلول بالماء، يعني يكون بقى فيه الماء. فغنحاول نلبسو به كامل هكا ونتلاقاو ان شاء الله. العجين ديال الكيك ديالنا جاهز. انا المول هذا عندي فيه سبعة انش يعني 15 سنتيمتر، وهذا الكميه لان عندنا غير جوج بيضات، هذه الكميه ممكن تستعملي المول من يعني ما بين 15 حتى 18 سنتيمتر، يعني من 6 حتى 7 انش. والرازبيري ديالنا اللي حنا درنا ليه الدقيق حتى هو واجد. ممكن تستعملي اي فاكهه حمراء كتعجبك، فواكه اللي كتعجبك واللي موجوده اكيد في الدار، فانا كنستغلها باش ما تضيعش. فغادي نخوي غير واحد الكميه قليله وندير على تتا لي زيطاب. ها نتوما معايا وها الكيك. يعني الخليط تاع الكيك ديالنا جاهز يدخل الفرن، وفي هذا الاثناء راه الفرن ديالي سخنته على 370 يعني 190 فرنهايت، كياخذ من 50 حتى ل 55 دقيقه. ملي غادي نخرجوا ان شاء الله من الفران غنقول لكم شحال خدام من عندي تاع شحال خدا تاع الوقت، لان كل واحد يعني الفران الحراره من فران الفران كتختلف، ونوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي باذن الله. والكيك اللي صوبنا مع بعض من بعد ما خرجته من الفران خدا مني 50 دقيقه، باقي سخون يعني باقي سخون كثير، فغادي نتسنى عليه على الاقل واحد 10 ديال الدقائق غير يدفى واحد شي شويه باش نقدر نزولو من القالب بكل سهوله. والكيك اللي يعني حضرنا مع بعض
من دي موليتو غادي نستناه حتى يبرد تماما عاد يمكن ليا نقطعو ونقدمو بالصحه والعافيه، ونتمنى يعجبكم ويروحكم جربوه اكيد وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. وما تنساونيش من تشجيعاتكم ولايكو وسبسكرايب وكومنت، كذلك تعليقاتكم اللي كتهمني كثير واللي كتشجعني اكيد باش نعطي المزيد ونتقاسموا كاع داكشي اللي كنعرفوا مع بعض. وعلى بال ما نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، في امان الله.